بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طابعة اتش بي زي ما ملاحظ، اللي هي الاتش بي ديسك جيت 1510 3 ان 1. مجرد تشغيل الطابعة بظهر فيها هذه الليتات. واجهت هذه المشكلة من قبل. انا الصحيح في الغالب بتكون قطعة أحيانا صغيرة جدا محشورة داخل مجرى الورق. إن شاء الله بنشوف مع بعضنا، بنحاول بالطابعة ونشوف النتيجة. حتى نحل المشكلة ممكن نستخدم ورق مغلف حراري مقوى، نصف ورقة أو ورقة كاملة. أوكي، وندخلها في مجرى الورق. نصف ورقة أسهل، ندخلها في مجرى الورق. قبل هذه الخطوة ممكن صحيح نستخدم، نشوف الطابعة من الأسفل، لها فتحة من الأسفل إذا فيها شيء من الأسفل. نلاحظ أنه فيها نلاحظ فيها قطعة في مجرى الورق ساقطة زي ما توقعنا. طبعا ممكن نتأكد انه ما فيها شيء ثاني. ممكن نستخدم الضوء نشوف مجرى الورق اذا في شيء اخر. ممكن نقلب الطابعة مع فتح الكفر السفلي ونحرك الطابعة نشوف اذا بنزل منها شيء. احيانا قلم كليب. طبعا زي ما قلنا ممكن نستخدم هذه كمان، نمشي مرة مرتين نقدر نسحبها مرة مرتين اذا في اي شيء، ستيكر اي حاجة. بشرط طبعا الكفر السفلي يكون مغلق. خلينا نجرب الآن نشغل الطابعة ونشوف. لو شغلنا الطابعة لاحظ اشتغلت عادي. الآن قاعدة تطبع alignment page. طبعا يبدو ما فيها حبر، تطبع شيء خالي. ما بهمنا هذا الموضوع، أهم شيء حلينا المشكلة بهذه الطريقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.